بس المرسي ما بيستناش، استلم عدى وبص وحط المشنكات وعشان اول همسة بيان عاجل جاءنا البيان التالي. في مفهوم خاطئ عند البعض ان انا ضد الجمهور، بالعكس انا اكثر من نادى وينادي وسينادي بعودة الجماهير، لان انا صناعه الجماهير، انا راجل لعيب كوره، راجل اذا جاز ان هم بيسموني نجم كره قدم. اذا اختصرنا الجمهور في ظاهره واحده ووحيده يبقى ده الخطا الكبير. خلاني جيت من طنط عيل صغير عشان اثبت وجودي، عشان ابقى حارس مرمى النادي الاهلي ثم حارس مرمى منتخب مصر. وبعد ما بطلت كوره كل الناس توقعت انه خلاص انت بقيتش موجود، تبقى موجود على الساحه بشكل اكبر وبشكل اقوى. اظن اول مره نسمع ان الالتراس بيروح مباراه كره ماء، يعني ما حصلتش في التاريخ. يعني هم مصممين للاسف على التصعيد، والدوله ما زالت مصممه على انا اسف في اللفظ التطنيش يعني.